احنا المفروض نحمد ربنا ونقول كويس قوي ان لقينا شقه جديده جنب المحل الجديد. انا عارف ان المنطقه مش قد كده. ايه في ايه اللي حصل؟ انا اتكلمت هدومك. انت بتقول انك شفت كل حاجه. ايوه يا فندم. كفايه. لا لا عايزين خلاص نمشي ونسيب الشقة. لا ما ينفعش، أصل أنا حطيت قوانين جديدة للحارة. أنت خفيت؟ تعال. ألف بركة. لا أنت هتطلقها. أنا ما بحبش النسوان الزنانة. زنانة إيه؟ ده كده أنت عايز تتجوز عليا. كفاية كفاية. أخلص. طلعني يا سامح. سامح ابو زينك طلعني. انت قلت ايه يا حالتها؟ انا بقى اللي هبلغ عنه، راح اوديه في 60 داهيه. هيحصل يا عم فتحي. قلت لك ما تمدش ايدك عليا. اقسم بالله اشقك نصين. ما هو طول ما انت مصمم انك تتجوز سومه يبقى انا تنساني خالص. انا ما بحبش الحريم اللي تتشرط. يبقى تلغي الفرح. لا ما اقدرش، انا الناس جايه لي من كل حته. وكل الناس هترمي نقطة كتير؟ احنا بالصلاة على النبي هنلم الأرنب. ماشي. بس يا عبدو بقى. أنا كده أزعل بقى. وأنت ليه عايزني أعمل الغلط؟ هو فين الغلط؟ أهو ده اللي أنت عايزني أعمله. أنا مش مطمنة لك. حاسة زي ما تكون بعد ما هتتجوزني هتذلني. هتبصني نظرة بطال. رئيسة والبطال حبيب قلبي. بس يا راسي. اقسم بالله لا خليكي برنسيسة المنطقة وخلي سكان المنطقة كلها خدامين تحت رجليك يا ست الكل. ماشي يا حلاوة؟ اما اشوف. كنت بتعمل ايه عندها فوق؟ ايه ده؟ انت لسه ما جهزتيش؟ كلها ساعات ونقيم الافراح وليالي الملاح. لا افراح ولا ليالي ملاح، خلاص يا روح الروح. اديت. ها؟ كنت بتعمل ايه فوق؟ بت اتعيت لي. انا معدوله يا اخويا، الدور والباقي عليك انت. وبعدين الصراحه اصلك انت بقى مزعلني ومضايقني، مش محسسني خالص اني عروسه. طب اعمل ايه بقى علشان احسسك انك حلويات العرايس؟ تقول لي كنت بتعمل ايه عندها فوق؟ بتطمن عليها. لا مؤاخذة يعني مش هي برضو من ضمن الرعاية؟ بتطمن بس. طيب عشان اكون جبت لك بقى من الاخر، البت دي تمشي من الحارة. بقول لك ايه؟ انا اللي هجيب لك من الاخر. البت دي هتقعد وانت اللي بره، ولو مش عاجبك امشي. يا اما تظبطي نفسك كده وتطلعي فوق وتلبسي علشان الفرح. ايه رايك؟ يلا. غزال بنت اللذينة دي. غزال. انا عملت لك فطار، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. انا هقوم لوحدي. هتروح فين؟ انت ما انتش قادر تقوم. مش قادر تقوم ولا تصرف حيلك ولا تمسك نفسك. أنا بقيت كويس. لا ما أنتش كويس. وأنا عارف إيه اللي أنت عايز تعمله. بس مش هتقدر تعمل اللي أنت عاوزه إلا لما تقوم من هنا وأنت جديد ورجعت زي الأول وأحسن. أنا لازم آخد حقي. لازم أقتله. لا تقتله إيه؟ أنت لو قتلته تبقى ريحته. أنا عايزك تكسره وتخلي أهل الحارة كلهم يعرفوا إن عبده ده ولا حاجة وإنه مش فتوة ولا بالقوة اللي هم فاكرينه بيها. كل الحكاية إن الناس بتخاف. هي الناس بتخاف على إيه يا عم فتحي؟ بتخاف على كل حاجة يا ابني. بتخاف على نفسها وعلى رزقها وعلى أولادها وعلى أموالها. أمال إيه؟ الناس عايزة تعيش في سلام يا ابني، تعيش في سلام والسلام. عبده كل اللي بيعمله إنه بيرهب الناس. بيخوفهم زيادة عن اللزوم. بيحسسهم إن هم لو ما سمعوش كلامه هيخسروا حاجة مهمة أوي. بس إحنا مالنا يا منير؟ مالنا ازاي بس يا حاج؟ مش احنا برضو من سكان الحاره دي؟ بس هو ما بيقرب لكش. هيقرب لي يا حاج.
لو فضلنا ساكتين هيقرب لي. ما يقدرش، هو عارف انك تقدر تصده. انا اقدر اصده دلوقتي وهو لوحده، عشان كده هو قلقان مني. انما احنا بكره ما نعرفش فيه ايه. لازم الناس تعرف ان عبده ده صوره هم اللي رسموها وهم اللي عملوها، وعشان الصوره دي تتكسر لازم هم اللي يعملوا ده بايديهم. بس كده يا ابني انا اخاف عليك. ما هي دي المشكله، ان كل واحد خايف على حاجه مهمه عنده قبل ان غيره يستغله عشان ما يخسرش الحاجه دي. انما في الحقيقه هو بيخسرها وبيخسر كل حاجه مهمه معايا. عبده عايزنا كلنا نبقى جبناء، عايزنا كلنا نبقى عبيد عنده. عبده مش عايز اي حد يقدر يبص في عينه، وانا عيني مش مكسوره يا حاج. ربنا يستر يا ابني. منير باشا ازيك؟ اهلا. الله، مالك يا ابو الروم؟ انا جيتك لحد عندك علشان امسي عليك. مساء الخير يا عبده. بقول لك ايه يا حاج، روح انت صلي العشاء وانا هعصرك. العشاء لسه بدري عليها. طب وانت؟ انا هقعد اشرب شاي مع عبده. وانا هشرب معاكم شاي. يا نهار ابيض، اتفضلوا اتفضلوا. شاي على حسابي يا. لا معلش، انا مفيش حد بيعزمني على حاجه. وبعدين انت من امتى بتدفع عشان تعزم؟ الله، ايه الدخله دي؟ عيب قوي كده على فكره. انا معادك معايا وعزمك على الشاي، واي حد في الحاره يتمنى القعده اللي انت قاعدها دي. اي حد خيري. ولك الحاجه كمان، شايك كمان ما يلزمنيش. ايه يا ابو الروم قافش ليه؟ لا لا يا عبده، مش قافش ولا حاجه. بقولك يا حاج، ممكن تسيبني انا وعبده متصفى؟ عيب قوي على فكره اللي انت بتعمله ده. واللي انت بتعمله ده مش عيب؟ هو انا عملت حاجه غلط؟ انت كلك غلط. غلط. انا على فكره بدات اتعصب. وانا قصد اعصبك. ماشي، علشان الراجل المحترم ده مش هرد عليه. محترم غصب عنك. ماشي، وانا مش هاخد ودي معاك كتير. بس خد بالك، انا خلاص صبري خلاص خلص، ولما يخلص بعمل حاجات كتير. عارف المثل اللي بيقول لك اعلى ما في خيلك اركبه؟ يلا يا حاج، يلا بينا. يلا يا حاج، يلا. ماشي يا خيال. يا دنيا اللي بتتعوج علينا وتخلي العيال يرفعوا عينيهم فينا. ماشي. منير عمره ما خاف ولا كان بيعمل وزن ولا قيمة للي اسمه عبده ده. عشان منير كان على حق. ايوه كان صح، وانا كنت عارف ان هو صح. بس ايه اللي حصل في الاخر؟ مات ومحدش فتح بقه. أقول لك على حاجة يا عم فتحي. قول يا ابني. اوعى تفتكر إن منير هو اللي مات. لا، منير ما ماتش. منير هو الوحيد اللي عايش في وسط الناس دي كلها. الناس اللي قابلين اللي بيحصل وموافقين على الغلط. هم اللي ميتين يا عم فتحي. بس إيه الفايدة يا ابني؟ أنا عايش لوحدي. منير ده كان ابني الوحيد اللي كنت بترجاه من الدنيا، وكان مالي عليا حياتي. ان شاء الله حقه هيرجع. حماسك ده بيفكرني بمنير، وانا متاكد انك انت اللي هتكسر شوكه عبده وهتجيب مناخيره الارض، وانت اللي هتاخد بطار منير. بس عشان ده يحصل لازم تقوم شديد من هنا، شديد ومتعافي كمان. زي الفل. اتفضلي 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 يا بنتي، تعالي اتفضلي. وحشتني. انت كمان. انا اسف. ولا كلمه، انا عامله لك اكل حلو قوي. ماليش نفس. هو ايه اللي مالكش نفس؟ انت لازم تاكل عشان تقوم لنا بالسلامة. سامع كلام عم فتحي؟ اسمع بقى كلامه. نهلا، انت لازم تمشي من الحارة دي. وانا مش همشي من الحارة دي غير ورجلي على رجلك. من فضلك
عشان خاطر انا مش هبقى مطمن طول ما انت موجوده هنا. وانا مش هكون مطمنه عليك لو بعدت. وجودك هنا بيحسسني بالعجز. عجز ده ايه بقى ان شاء الله؟ ما تقولش على نفسك كده. ما تخافش عليا. اوعى تفتكر انه ممكن ياخد مني اي حاجه انا مش عايزه اديها له. اوعى تفتكر انه ممكن يكون اقوى مني ومنك. اوعى تفتكر اني ممكن اكون زي اهل الحاره واستسلم ليه بسرعه. مش هيحصل. ده كلب ولا يسوى. فارد قلوعه على الناس عشان محدش عارفه على حقيقته. ولو وقع مش هيكون لقمه تانيه صدقني. بيضايقك؟ ولا يقدر. انت بس قوم وقف على رجليك وترجع وتبقى احسن من الاول كمان. وما تخافش عليا. انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي. أنا اسمي نهلة ما اسميش بت. لا بت، ولما نادينك تقفي تردي عليا. عايزاكي تطلعي تمسحي الشقة عندي. أصل عبال عندك فرح الليلة دي ومش لاقي حد يمسحها. وأنا لو طلعت همسح بيكي بلاط شقتك. الله الله، ده انت بتغلطي فيا بقى. ما انت قللت الادب وعايزه اللي يربيكي. هو انت مش عارفه يا بنت انت بتتكلمي مع مين ولا ايه؟ هكون بتكلم مع مين يا حسره؟ مع بيبت البرك، مع زبيله النسوان. كفايه ولا اقول كمان؟ طب تعالي هنا بقى يا بنت. مش انت بتتكلمي مع مين؟ يخرب بيتك بيتك. احنا في البحر. في ايه؟ اوعي نورك اسود. قومي. في ايه؟ في ايه؟ هو انت لسه يا اخويا هتسال في ايه؟ مش شايف حصل فيا ايه؟ البت دي ما تقعدش في الحاره ولا ثانيه. طب وحياه امك؟ ما تتردي انت وهي طالما عملت اللي هدي بقى. حوش يا اخويا حوش. ايه اللي حصل بس؟ يا مسبتك الصودا يا سومه، يعني انا اتبهدل ولسه يا اخويا واقف بتسالني ايه اللي حصل لك؟ عروستك اللي عضها جنبك في الكوشه؟ تلاقيكي انت بس اللي طولت لسانك عليها. بقول لك ايه؟ يعني انا اتضرب واتبهدل واطلع انا كمان الغلطانه؟ لا، البت عقله الصباع دي تجيبها من شعرها وتمرمط بيها الحاره. خلاص خلاص. حلاوتك هتضايق وانت النسوان بتتقطع عليك. نعم، عايز ايه؟ ايه الوش الخشب ده؟ اهو ده بقى اللي عندي، ما عنديش غيره. لا خفي. واخف ليه؟ هو انت كنت عملت لي حساب؟ بالذمه انت راجل انت؟ راجل غصب عن اي حد. على اي حد الا انا. يا بنت انت شكلك عايزه تتربي. ربيني، اعمل فيا اللي انت عايزه، بس تجيب لي حقي الاول. حقك من مين يا ولية؟ من مين؟ قول بقى انك بتكش منها وبتخاف، ما بتقدرش ترفع عينك فيها. هي مين دي يا بنت؟ سومة العروسة الحلوة اللي هتقعد جنبك بالليل في الكوشة. ايه يا نهلة؟ مالك؟ ايه؟ هو انت مش هتتجوزها؟ يلا روح راضيها بدل ما تقلب عليك وتنيمك على الكنبة. مين دي اللي تنيمني على الكنبة؟ انت عبيطة ولا ايه؟ ما هي لو كانت عاملة لك اعتبار ما كانتش عملت اللي هي عملته ده. وبعدين تعالى هنا، هو انت فارد قلوعك على الحارة كلها وقدامها بتكش راكباك ومدلدلة؟ طب عليها الطلاق؟ طلاق من مين يا اخويا؟ هو انت اتجوزت؟ مش تستنى لما تتجوز عشان تطلق. وبعدين انا خلاص فهمتك، انت طلعت بق على الفاضي، انما بتيجي قدام سومه تقلب قطه. بقول لك ايه؟ كلامك ماسخ ومش عاجبني. طب اقطع دراعي من هنا، المكتسومه هي اللي بعتاك. قالت لك اطلع هاتها من شعرها ومرمطها لي قدام الحاره وكل ده عشان تبرد نارها. حصل ولا ما حصلش؟ ومين قال لك اني كنت هعمل كده؟ طب عيني في عينك كده؟ بذمتك هي ما طلبتش منك انك تعمل ده؟ هي تطلب اللي هي عايزاه. المهم انا هعمل ايه؟ وانا بقى عايزه حقي. حقك ايه يا وليا؟ ده انت فرجتي عليها امي لا اله الا الله. الله مش غلطت؟ يعني عايزني تغلط وما اجيبهاش من شعرها وما ابركش عليها؟ اما انك غريب قوي صحيح. ما نخلص بقى، ما انت ضربتيها وهي ضربتك، وكل واحد فيكم خد حقه من التاني.
أنا بقى ما بياكلش معايا الكلام ده. أنا عايزة عبده اللي موقف الحارة كلها على رجل وهو تحت بيجيب لي حق. ولا تكونش ناوي تتجوزها بصحيح؟ الله، شكلك غيرانة منها. أنا هغير من دي؟ أنت اتجننت؟ اوعى مدش ايدك عليا، أنا زعلانة منك ومش طايقة أشوف وشك. يا بتاع سومة. الله الله الله، أنا كده عرفت غلاوتي عندك. ولا أي حاجة على فكرة، أنت فاهم غلط. طب عيني في عينك كده؟ إيه شغل عيال ده؟ طب بصلي بس. اوعى، مش هبصلك ولا بص في وشك خالص لغاية لما تجيب لي حق. ها؟ ماشي. يا فورتيكا. حلاوة. ايه يا بت؟ ما تفكي شوية. النهارده الحلويات كلها. النهارده فرحك. الحلاوة كلها. ألف ألف مبروك يا سيدي الناس. الله يبارك فيك. بقول لك إيه؟ أي حد هيديك حاجة سجل على طول عشان نعرف بس مين اللي جاملنا ومين اللي ما جاملناش. سامع يا واد؟ سامع سيدي المعلمين، أمرني أهو. ماشي. في إيه؟ فرح ده ولا ميتم ولا إيه؟ ده فرحي على فكرة، ولما أقول فرحي كله يقوم. ألف مبروك يا سيدي المعلمين. ألف مبروك يا سيدي المعلمين. أه يا حارة عيرة، سمعني مزيكا يا بتعمل ايه؟ نازل. نازل فين؟ ده انت مش قادر تقف. لا قادر، وعارف كويس قوي انا هعمل ايه. لا ما انتش هتنزل، مش هسيبك تضيع نفسك كده. لازم انزل يا عم فتحي، النهارده الوقت الصح اللي لازم يتربوا فيه. ايه رايك في العيافه دي؟ بره. ليه كده بس يا نهول؟ اللي ليه؟ مش عارف؟ لا اتفضل، روح افرح واتجوز واتبسط وتهنى بحياتك. وحياتك انتي، الم النقطه بس وهرميلك عليها يمين الطلاق. وانا ايش ضمني ان انت هتعمل كده؟ انتي لازم تصدقيني. انا مش قادره اصدقك عشان انت كذاب. كذاب. يا لهوي يا رجالة، يا لهوي. بقولك ايه، انا كل ما اشوف الغيرة في عينيكي بحس اني امير العشاق. امير ايه؟ امير العشاق. طب يلا يا امير العشاق عشان ما تتأخرش على الزفة. ماشي يلا. بقولك ايه، ما تيجي نكتب الكتاب بالمرة، ما احنا فيها. نكتب كتاب ايه؟ انت اتجننت؟ اتفضل يلا اطلع برا برا. ماشي. برا برا. معلش يا عبدو، الصبر طيب. ايوه
أمورنا سيد المعلمين. لميت كام؟ كتير يا معلم، بس عدم لمؤاخذة ما عديتهمش يا سيد المعلمين. بقول لك إيه؟ تسجل على طول اللي ما دفعش علشان أظبطه بعدين، سامع؟ الله الله سيد المعلمين، حد يقدر ما يدفعش يا سيد المعلمين؟ حلاوة. هو فين؟ جوه بيلبس وعايز ينزل. عم فتحي تفتكر هو كويس؟ انت خايفه عليه يا بنتي؟ امال هخاف على مين؟ انت ما تعرفش احنا عملنا ايه عشان نكون مع بعض؟ ما تعرفش مرينا بايه علشان نقدر نعمل بيت ومحل ناكل منه عيش؟ من غير ما اعرف يا بنتي انا حاسس بيك والله. الفلوس اللي جينا بيها دي وراحت، احنا دفعنا ثمنها غالي قوي. احنا كنا بنشتغل ليل نهار عشان نوفر 500-600 جنيه اخر كل شهر. كنا بنبات في اوضه تحت السلم عشان نقدر نعمل القرشين دول، بس كل حاجه راحت. ربنا مش هيضيع تعبكم ان شاء الله يا نهله يا بنتي، ان شاء الله. سامح، ما عنديش استعداد اخسرك. لا أنا لو ما عملتش اللي في دماغي النهاردة أنا هخسرك وهخسر نفسي العمر كله. ما تخافش علي. الله الله الله، أنت ظهرت من جديد، شكلك كده لسه ما حرمتش. هي كده يعني كنت بتنيميني؟ ماشي، مالكش دعوه بيها، اتكلم معايا انا. حلو قوي، انت شكلك كده عايز تتربى تاني وتالت ورابع علشان تعرف انت مين. ومال اللي يقدر على التاني يربيه؟ انت بتغلط على فكرة، وانت واطي وخسيس وجبان، ولولا خوف الناس منك كان زمانك بتشحت في الشوارع دلوقتي ومش لاقي لقمة تاكلها. حلو قوي. انا هديك فرصة اخيرة، لو عايز تمشي امشي ومش هدور وراك علشان الليلة الحلوة دي عفيت عنك. بس انا بقى ما عفيتش عنك. طب لم نفسك وامشي من هنا احسن لك، سامع؟ انا مش همشي من هنا الا لما اخد حقي، وهاخده بالكامل. حق مين يا بتاع الحق انت؟ مش ناقص الا انت. انت عبيط؟ ايه؟ خايف؟ انا قلت لك قبل كده لما بضحك بزعل. انا خاف منك ياض، انت مجنون ولا ايه؟ مجنون؟ وبعدين عمال تلف وتدور كده ليه؟ انا زودتها قوي على فكره، سامع؟ قوي. وانت شكلك كده بتسمي على روحك. سيبوني يا سامح. لا سيبوني يا ابني. لا يا عم فتحي سيبوني، اخد بطال ابني. لا احنا مش زيك. سيبوني بقول لك، ما تلوثش ايدك بالدم. سيبوني يا فتحي، سيبوني يا سامح، سيبوني يا ابني. اخد طار منير، اخد طار منير يا سامح. طارك عند ربنا.
اختار منير عند ربنا يا عم فتحي. مات. اوعى. ده حقنا اللي ضاع. حق المحل. اه